أدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أهل البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق مسألة مهمة، وهي مقدار الأيام التي من عزم على إقامها على إقامتها أخرجته عن حكم المسافر. فلم يأتي في المسألة نص صريح، فاختلفت اجتهادات العلماء. وأحسن ما خلصنا فيه هو أن من عزم على الإقامة فهو مقيم، ونستثني من ذلك من عزم على إقامة 4 أيام فما دون. فإن من عزم على إقامة 4 أيام فقط وما دون ذلك لا تخرجه هذه العزيمة عن كونه مسافرا، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم أذن للمهاجر أن يقيم 3 أيام بمكة، والمهاجر ليس له أن ينوي الإقامة، فدل على أن هذه المدة لا تخرجه عن كونه مسافرا، وبدليل أنه صلى الله عليه وسلم أقام 4 أيام بمكة من صبيحة اليوم الرابع إلى صبيحة اليوم الثامن وهو يقصر. فما زاد على ذلك فالأصل أن من أقام فهو مقيم وليس بضارب في الأرض، والله أعلم. وما جاء عن الصحابة فيما كان أكثر من ذلك أنهم قاموا أشهرا أو سنوات، فهذا غير عازم على الإقامة، متردد. الله أعلم ما هو عزم مؤكد. وأيضا المكان نفسه مكان ليس محلا لإقامة، إقامتهم في الجبال في الوديان، مناه الثلج، لكنها أولا الموضع ليس موضع إقامة، ثانيا لو تيسر له لما أقامها، إذن ما حبس إلا لعارض، والله أعلم. قد يحصل هذا، وقد يحصل أنه يأتيه فرج قبل 4 أيام فينصرف، أو جاءه مدد، أو جاءه شيء، أو وجد مخرجا لانصرف، الله أعلم. المسألة الثانية، قال إذا أقام ببلد لحاجة يتوقعها قبل 4 أيام. قال النووي رحمه الله في الشرح المهذب: أما إذا أقام في بلد لانتظار حاجة يتوقعها قبل 4 أيام فقد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه يقصر إلى 18 يوما. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يقصر أبدا، وقال أبو يوسف ومحمد هو مقيم. قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول مالك وأحمد، وعليه تحمل الآثار الواردة عن الصحابة في القصر في أكثر من 4 أيام التي تقدم ذكرها في المسألة السابقة، والله أعلم. المسألة الثالثة، صلاة الملاح في السفينة، هي الذي يقودها ويقوم فيها، إن كان له مسكن يسكنه في البر فحكمه حكم المسافر بدون إشكال. واختلفوا فيما إذا كانت السفينة مسكنة، يعني قد صار مع أهله فيها، واختلفوا فيما إذا كانت السفينة مسكنة ومعه أهله وليس له مأوى في البر،
فذهب أحمد وعطاء إلى أن حكمه حكم المقيم فيتم، صار بيته معه، منزله معه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذهب الشافعي ومالك ومحمد بن الحسن وأبو ثوب إلى أن له القصر لأنه مسافر، لكن قال الإمام الشافعي أحب له أن يتم احتياطا. قال أبو عبد الله غفر الله له الصواب أن له القصر لأنه ما زال مسافرا، ولا شك أن له بلد إقامة، وإن أتمها احتياطا كما قال الشافعي فهو أفضل والله أعلم. يعني مهما أطال في أثل السفر لا شك أن له مكان يقيم فيه أو له بلد إقامة خرج منها. المسألة الرابعة، إذا مر ببلدة له فيها أهل ودار فهل يتم أم يقصر؟ هذه المسألة يحصل السؤال عنها. يرجع الإنسان إلى قريته أو يمر ببلاد وله فيها أهل فيسألون عن القصر فيها. في هذه المسألة أقوال. القول الأول أنه يتم، صح هذا القول عن ابن عباس، فقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا قدمت على أهل لك أو ماشية فأتم الصلاة، إشارة إلى أن له أيضا أموال أو ماشية. وهذا قول أحمد، وعنه رواية أنه قال يتم إلا أن يكون مارا. ومسألة المرور فعلا ما تعتبر إقامة، مجرد مرور. القول الثاني، إذا أراد أن يقيم بها يوما وليلة أتم، وإلا قصر. يعني لو مقال ومكث نصف يوم في بيته أو عند أهله فهنا عندهم يقصر النصف اليوم، لكن إذا كان يوما كاملا يتم. وهو قول مالك. القول الثالث، إذا أقام بها 4 أيام يتم وإلا فيقصر، وهو قول الشافعي وابن المنذر. قال أبو عبد الله غفر الله له الصحيح والله أعلم القول الأول، وإن مر مرورا ولم يمكث فالأقرب أنه يقصر وبالله التوفيق. والأقرب أن المراد بالأهل من له أهل يأنس إليهم يقيم معهم، إما زوجة وإما والدان فيما يظهر، أما أخ فالأخ بيته ليس منسوبا لك وليس ملكا لك، ملك الأخ ليس ملكا لك، لكن ملك الوالدين لا يزال لك نصيب من أموال والديك، أو دار لك، فهنا يعني نزلت في مالك وفي دارك. نعم يا عيد السؤال ارفع صوتك. الترجيح هو نفس الرواية عن أحمد في آخر القول الأول، وعنه رواية يعني عن أحمد أنه قال يتم إلا أن يكون مارا، هو رواية عن أحمد. نعم في حال المرور ما عزم على مكث، حتى وإن نزل مثلا لصلاة، نزل لأكل فقط، ليس عازما على المكث، إنما نزل لصلاة أو لطعام أو لاستظلال أو لقائلة خفيفة، فهو يعتبر في حكم المرور فيما يظهر، وإنما يصير إقامة إذا مكث فترة، يعني عزم على إقامة ولو نصف نهار ولو ليلة إلى آخره. المسألة الخامسة، إذا شرع في الصلاة وهو مسافر ثم أقام وكذا العكس،
قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في المحلى: ومن ابتدأ صلاة وهو مقيم ثم نوى فيها السفر، أو ابتدأها وهو مسافر ثم نوى فيها أن يقيم، أتم في كلا الحالين. برهان ذلك ما ذكرناه من أن الإقامة غير السفر، وأنه لا يخرج عن حكم الإقامة مما هو إقامة إلا ما أخرجه نص. فهو إذا نوى في الصلاة سفرا فلم يسافر بعد، بل هو مقيم فله حكم الإقامة. وإذا افتتحها وهو مسافر فنوى فيها الإقامة فهو مقيم بعد لا مسافر، فله أيضا حكم الإقامة، إذ إنما كان له حكم السفر بالنص المخرج لتلك الحال عن حكم الإقامة. فإذا بطلت تلك الحال ببطلان نيته صار في حال الإقامة، وبالله تعالى التوفيق. كلام الحزم مجرد النية، وعنونا في السؤال ثم أقام يشعر بأنه عمل عملا في حال العمل، هو الذي عليه أصحاب المذاهب كما سيأتي بعده. أما كلام الحزم فكان مخصوصا في الكلام على النية، وهذا الذي قرره ابن حزم هو مذهب الحنابلة كما في المغني، والشافعية كما في شرح المهذب، بل قال النووي، بل نقل الشيخ أبو حامد وغيره إجماع المسلمين على هذا. قد يحصل أنه يغير بالعمل إذا كان مثلا على سفينة بدأ الصلاة وهو مقيم ثم تحركت السفينة، أو على طائرة بدأ الصلاة وهو مقيم ثم تحركت الطائرة، أو على سيارة أيضا إذا كان يقصد يستطيع أن يصلي على السيارة. الفرض لا، ما يصلح في السيارة، لكن في السفينة والطائرة. والعكس من ذلك، بدأ صلاته الفريضة، أما الحالة الأولى فقد ابتدأه وهو مقيم فيتمها على الإقامة. ويقول في الفقهاء في مثل هذا: اجتمعت العبادة فيها ما يوجب الإتمام وفيها ما يوجب القصر فتتم احتياطا، فيها اجتمع فيها ما يوجب الإتمام وهو الإقامة وما يبيح القصر وهو السفر فتتم احتياطا، لأنه اجتمع فيها الأمران. وفي حالة الإقامة أيضا يقيم لأنه صار مقيما، ولأن السفر إنما هو رخصة لمجرد التعب، فإذا صار مقيما فقد ذهب عنه نعم رخصة السفر. طبعا الإقامة كما هو معلوم ما يصير مقيما إلا إذا وصل إلى بلدته، يعني قد لا يتصور حتى في حالة الطائرة والسفينة، أيضا قد لا يتصور فيها إلا إذا كان مقيم على نفس الميناء، يعني في مسافة صغيرة يقصر لأنه مسافر، يستمر صلاته على القصر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.